هنا مسبيرو لكم منا كل التحية. فقرتنا الثانية النهاردة مع الزميلة شيرين الشايب. النهاردة شيرين هتتكلم عن مشروع مودة، هتتكلم عن الفئات الحقيقة اللي مستفيدة من هذا المشروع، أيضا ستتحدث عن نصائح خاصة بالمقبلين على الزواج. دي هتكون فقرتنا الثانية النهاردة مع شيرين الشايب. أما أنا فأصحابكم في مصر بيحصل فيها إيه النهاردة، ومجموعة من أهم الأخبار المحلية والعالمية والأكثر قراءة في الصحف وفي الجرائد. والخبر الأول اللي معايا الحقيقة خاص بالرئيس السيسي. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم. تعالوا نسمع نشوف فيديو عن هذا الموضوع وارجعوا لنا مرة تانية. مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ رجعنا لكم مرة تانية ومصر بيحصل فيها إيه النهاردة. وزي ما شفنا الحقيقة في التقرير، تحدث الرئيس عن أنشطة استثمارية جديدة في هضبة المقطم، فرص عمل للشباب، حائط حقيقة أمني خاص بهذه الهضبة. مع الهاتف الآن الدكتور محمد الصادق عوف، أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان. نتوقف أمام تفاصيل الخبر. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور محمد. وزي ما شفنا الحقيقه ان الرئيس كان بيتفقد اعمال التطوير في هضبه المقطم وتوقف امام انشطه مختلفه للاستثمار عشان يتيح فرص عمل كثيره للشباب، امن كمان الحقيقه انه يكون في حوائط متعدده لتامين هضبه المقطم. اولا هو موضوع تطوير هضبه المقطم هو تم التعاقد من حوالي 6 شهور بين شركه الاسكان والتعمير اللي هي ليها حق الامتياز في منطقه المقطم وشركه سامية على منطقه تقدر بحوالي 2 مليون متر، طبعا فيها انشطه سياحيه وسكنيه وتجاريه وايضا انشطه رياضيه باستثمارات تصل الى حوالي 32 مليون مليار جنيه مصري، والايرادات المتوقعه لهذا المشروع تصل الى 61 مليار جنيه. وطبعا هتتقاسم الايرادات بين شركه. طبعا المشروع ده نقله نوعيه كبيره جدا جدا لحي المقطم، طبعا في اطار استراتيجيه الوزاره لتعظيم الاستفاده من الاصول المملوكه للشركات التابعه بالشراكه مع القطاع الخاص. المشروع طبعا في موقع متميز جدا بيطل على اهرامات الجيزه وعلى صلاح الدين والقاهره الفاطميه زي ما احنا عارفين. بيتكون من جزئين، الجزء الاول الكورنيش نفسه والمصاطب المحيطه به على مساحه 1,300,000 متر مربع، القطعه الثانيه 750,000 متر في الهضبه الوسطى، وقلنا ان في انشطه متنوعه. طبعا المشروع دوت مكون من 3 اجزاء، الجزء الاول منطقه الكورنيش نفسها بما فيه ممشى زجاجي بطول حوالي 5.5 كيلومتر، في مرحله ثانيه تطوير المنطقه كلها وبناء مصاطب صخريه على طول حوالي 6.5 كيلو من الكورنيش علشان تبقى مزار سياحي على اعلى مستوى. والمنطقه الثالثه هو المجمع السكني التجاري الترفيهي اللي في الهضبه الوسطى ب 750,000 متر. طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار دعمه السياسي ودعمه القوي لكل هذه المشروعات القوميه زار هذا الموقع امس الجمعه، تفقد اعمال التطوير الشامل، شدد على اقامه انشطه استثماريه جديده لتوفير طبعا اكبر فرص عمل لاكبر عدد من الشباب في هذه المشاريع. وايضا سياده الرئيس وجه لاقامه محاور وطرق اضافيه طبعا بالاضافه لانشاء حوائط داعمه للهضبه للحفاظ على امن المواطنين. انا طبعا باثمن على هذه التوجيهات الجيده من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا احب اضيف ان احنا الفرصه دي متاحه لان حوائط السند او حوائط الدعم لهذه الهضبه لابد ان تنشا بطريقه تكون صديقه للبيئه، يكون فيها نوع من التشجير، نوع من الخضره لاضفاء لمسه جماليه حضاريه على المنطقه الجماليه واستغلال الطبوغرافيه الفريده في هذه المنطقه، واستخدام وسائل نقل غير تقليديه زي التلفريك على سبيل المثال كعناصر جذب للسياحه الخارجيه، طبعا بالاضافه الى السياحه الداخليه. طبعا احنا عايزين يكون التارجت بتاعنا ما يكونش السائح المصري فقط، يكون كمان السائح الاجنبي، ويكون المنطقه دي منطقه جذب حضاري لهذا السائح من اجل طبعا دعم الاقتصاد المصري وتدفق طبعا العملات الصعبه. بالتوازي الدوله عملت رفع كفاءه وانشات محاور جديده لمنطقه المقطم، زي على سبيل المثال محور صحفي ياسر رزق بطول 7 كيلو وعدد 5 حارات في كل اتجاه علشان يربط طبعا
طبعا المقطم بين وسط البلد وطريق صلاح سالم، وده طبعا محور على وشك ان هو ينتهي. محور الحضارات كمان ربط المنطقه بمنطقه عين الصيره ومتحف الحضاره وكورنيش النيل في المعادي. الحقيقه منطقه المقطم تعتبر منطقه محظوظه، مشروعات الطرق الجديده اللي بتتعمل دلوقتي مع تطوير المطالع والمنازل، حتى المطلع اللي كان من السيده عائشه، المطلع بتاع زمان اللي كان المطلع ده كان شديد قوي وكان صعب الطلوع، النهارده تم تهذيبه وتم توسعته بقى حاجه جميله جدا بالاضافه للمطلع الثاني اللي من عند منطقه مدينه نصر. فان شاء الله بنهايه هذا المشروع اللي متوقع ان هو يتم في حدود 5 سنوات ان شاء الله هتكون المنطقه دي منطقه جذب سياحي عالمي بالاضافه الى السائح المصري او السائح المحلي. بنكتسب الحقيقه منطقه سياحيه جديده تتحط على الخريطه السياحيه للقاهره. دكتور محمد الصادق عوف استاذ هندسه الطرق بجامعه حلوان، بشكر حضرتك يا فندم، الف شكر لتفاصيل الخبر. فاصل وارجعوا لنا مره ثانيه، مصر بيحصل فيها ايه النهارده؟ رجعنا لكم مرة تانية، ومصر بيحصل فيها ايه النهاردة، والخبر اللي معي الحقيقة خاص بوزارة الكهرباء، مشروعات جديدة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالعريش، إضافة 650 ميجا ومشروعين لنقل الطاقة ومحطات جديدة لتلبية الاحتياجات التنموية لشمال سيناء من الكهرباء. مع الهاتف الآن الدكتور فاروق الحكيم رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين. مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذة أمنية. ازاي حضرتك يا دكتور فاروق؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بحضرتك، شكرا ليكي وللتلفزيون المصري. يعني احنا لازم ان احنا نعترف الحقيقه ان حاليا وزاره الدكتور مصطفى مدبولي لما بتخش في مشروع بيكون هذا المشروع متكامل، يعني لو احنا هنتكلم عن مشروعات خاصه بالكهرباء ما بنتوقفش فقط عند التوزيع الخاص للكهرباء، ولكن بندخل ايضا الحقيقه في تكامليه خاصه لهذا المشروع. خليني اتوقف مع حضرتك مع تفاصيل هذا الخبر. تمام حضرتك. هو الحقيقه طبعا قطاع الكهرباء بيشهد طفره ونقله نوعيه كبيره في السنوات الاخيره، توفير كل وسائل الطاقه الكهربائيه من انتاج، او كنا من زمان بنقول توريد الطاقه الكهربائيه، انتاج الطاقه الكهربائيه ونقل الطاقه الكهربائيه وتوزيع الطاقه الكهربائيه الى ان تصل الى المستهلك بكافه انواعه، سواء المستهلك المنزلي او التجاري او الصناعي. فالحقيقه طبعا يعني وزاره الكهرباء ناجحه تماما في وزاره معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في توفير الطاقه الكهربائيه بصفه مستمره. وكل فترة على طول بنسمع عن مشاريع جديدة، وآخر مشروع سمعنا عليه اللي هو مشروع محطة توليد كهرباء الغازية بمدينة العريش. الحقيقة المحطة دي طبعا تعتبر من المحطات الجديدة بقدرة تصل لحوالي 250 ميجا وات، وحدتين غازيتين بتعمل بالغاز طبعا طبقا لأحدث التكنولوجيات في العالم في قطاع الكهرباء بالذات، وبالتالي كل وحدة تقريبا 125 ميجا وات، 125 ميجا وات غازية. ايوه مع حضرتك، 125 ميجا وات والاثنين 250 ميجا وات، تبلغ التكلفة للمحطة 400 مليون جنيه، وطبعا ده رقم يعتبر رقم كبير، الدولة وفرته والوزارة وفرته لإنشاء هذه المحطة لتقديم خدمة الطاقة الكهربائية لأهالي سيناء الحبيبة. فدي تنمية لسيناء بالمدن المختلفة اللي فيها، المساعيد، العريش، أهم حاجة العريش اللي هي المدينة اللي كانت تعاني من بعض المشاكل في انقطاعات الكهرباء وفي انقطاع التيار الكهربي. فالحمد لله دلوقتي المحطة اشتغلت، تم تجربتها أمس وبدأ الإنتاج الكهرباء ويتم ربطها على الشبكة القومية للجمهورية كلها، لمصر كلها على نهاية الشهر، وبالتالي كده تقدر تساهم مساهمة كبيرة في إمداد الطاقة الكهربائية لكل المستهلكين في زي ما قلت سيناء الحبيبة
العزيزة علينا كلنا. دكتور فاروق، حضرتك تحدثت عن ثلاث أشياء ليها علاقة بالكهرباء، تحدثت عن التغذية وتوقفنا أمام هذا الموضوع الخاص بالعريش، أيضا تحدثت عن الإنتاج الخاص بالكهرباء، وأيضا عن الدعم. عايز أتوقف أمام الموضوعين دول يا فندم. لو جينا نتكلم على الدعم، الطاقة الكهربائية أو القدرة الكهربائية دي زي ما بقول، دي المحطة بالذات محطة العريش لتنمية سينا، وبالتالي طبعا نعتبر دعم كبير للشبكة على أساس إن إحنا بنستغنى عن وحدات التوليد الطوارئ أو وحدات الديزل، لأن بننتج طاقة نظيفة، وده التوجه بتاع وزارة الكهرباء أو التوجه بتاع العالم كله، إن إحنا ننتج طاقة كهربائية نظيفة اللي كلين انرجي، وأيضا الاتجاه نحو توفير الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة غير التقليدية زي الوقود الأحفوري أو الغاز. طبعا هندخل بعد ذلك في الطاقة المتجددة، هناك مشاريع كثيرة للطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الهيدروجين الأخضر اللي هو يعتبر موضوع الساعة في الوقت الحالي، وهو ده الحقيقي اللي هيبقى الإنتاج الجديد الخاص بينا الخاص بالهيدروجين الأخضر. بالظبط كده، إن شاء الله إن شاء الله. يعني دكتور فاروق الحكيم، رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين، أنا بشكر حضرتك يا فندم، ألف شكر لتفاصيل الخبر. فاصل وارجعوا لنا مرة تانية، مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ أنا لكم مرة تانية، ومصر بيحصل فيها إيه النهاردة، والخبر اللي معي الحقيقة خاص بحماية الشواطئ، حماية الشواطئ من التلوث، حماية الشواطئ من الاستغلال الخاص بها، الاستغلال الخاطئ، أيضا دعم للبحيرات من أجل ثروة سمكية كبيرة. معي الهاتف الآن المهندس محمد أحمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، لنتوقف أمام تفاصيل الخبر. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا فندم. باشمهندس محمد، عايزين نتكلم عن تطوير الشواطئ، عايزين نتكلم على الحفاظ على الشواطئ من التلوث، من الاستغلال الخاطئ، ايضا نتكلم عن دعم للبحيرات من اجل ثروه سمكيه كبيره. اعمال حمايه الشواطئ اللي بتتم في مصر الحقيقه هي من ابرز الاعمال والمشروعات الكبرى اللي بيتم تنفيذها من خلال وزاره الموارد المائيه والري. المشروعات دي لها دور هام جدا في حمايه شواطئنا المصريه، وبالذات مع التغيرات المناخيه الكبيره اللي احنا بنشهدها على المستوى العالمي، واللي من ابرز تاثيراتها بالفعل هي التاثير السلبي على المناطق الساحليه في مصر. طبعا مجهودات كبيره تمت في هذا المجال على مدى سنوات، احنا يعني مش هنستنى التغيرات المناخيه تحدث وتاثر بالشكل سلبي على المناطق الساحليه وبعدين نتحرك، لا، التحرك دوت مستمر ومستديم من خلال مشروعات كبيره، وخاصه انه المناطق الساحليه احنا بنتكلم على طرق وعلى مدن وعلى قرى في المناطق الساحليه ومنشات سياحيه وخلافه، وبالتالي لازم ان احنا ننفذ هذه الاعمال. الوزاره بالفعل نفذت عشرات الكيلومترات من الاطوال خلال السنوات الماضيه، وحاليا بيجري العمل في حمايه اطوال تصل الى حوالي 45 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط، بالاضافه لمشروع شديد الاهميه وهو مشروع التكيف مع التغيرات المناخيه في الدلتا والساحل الشمالي، ودوت مشروع متميز جدا بيشمل حمايه 69 كيلومتر من الشواطئ المصريه، الحمد لله تم نهو بالفعل 58 كيلومتر منها، وجاري العمل في 11 كيلومتر اخرى في محافظه الدقهليه. مشروعات مهمه جدا ومجهود كبير، بنسميه دايما مشروعات استباقيه، ان انا باخد اجراء قبل ما التغيرات المناخيه وارتفاع منسوب سطح البحر والنواه البحريه وخلافه تاثر على هذه المناطق. يمكن من ابرز المشروعات اللي تم تنفيذها كان في مدينه اسكندريه، أعمال حماية قلعة قايتباي في اسكندرية، القلعة دي كانت يعني مهددة بشكل كبير بسبب الأمواج اللي كانت باستمرار بتؤثر على الصخرة اللي مبني عليها القلعة. الحمد لله تم تنفيذ أعمال حماية عبارة عن لسان طويل بيحيط بالقلعة بحيث إنه الأمواج العنيفة
تصطدم بهذا الحاجز وليس بقواعد القلعه. والحمد لله مشروع مهم جدا حقق حمايه للقلعه وكمان عمل تطوير كامل للمنطقه المحيطه بقلعه قايتباي في اسكندريه. نفس الشيء في منطقه المنتزه اللي كان ابتدت تتاثر من الامواج وتاثير النواه البحريه، تم ايضا تنفيذ اعمال حمايه فيها. اكثر من منطقه في كورنيش اسكندريه تم عمل حواجز امواج فيها لحمايه الكورنيش اللي كان بيتاثر بشده من تاثيرات الامواج وخلافها. يعني حقيقه نماذج كتيره جدا هنتكلم عنها كتير، يعني شغل مميز جدا حصل في محافظه مطروح وفي شاطئ الابيض في مطروح. الحمد لله مجهود كبير وبنشوف ثماره بالفعل بعد تنفيذ كل مشروع. باشمهندس محمد، يعني عندنا الحقيقه يعني حاجتين، التغيرات المناخية وما يحدث في البيئة من تغير بيأثر على شواطئنا وأيضا سلوكنا الحقيقة الخاطئ اتجاه هذه الشواطئ. حضرتك كلمتني عن ما يحدث من تغير في المناخ، البيئة، ازاي نقدر ان احنا نتكيف كمان مع ما يحدث من تغير في المناخ، ولكن الحقيقة أيضا بيهدد الشواطئ سلوك المواطنين الخاطئ اتجاه هذه الشواطئ. هو الحقيقه دوت دور يعني يخص الوعي المجتمعي، يعني مش بس للشواطئ ولكن وعي المواطن بكل عناصر البيئه المحيطه بيه. يعني احنا عايشين في بيئه كل ما بيحدث من سلوكيات خاطئه من جانب الانسان بتاثر على البيئه اللي احنا عايشين فيها، مش بس في الشواطئ، في كل نواحي حياتنا. يعني احنا هنا بنتكلم مش بس عن الشواطئ ولكن بنتكلم على نهر النيل وعلى الترع وعلى المصارف الى جانب الشواطئ. كل سلوك يعني للاسف خاطئ من الانسان بالتلوث او بالاهدار بينعكس عليه هو نفسه وايضا طبعا على الشواطئ وغيرها. وعشان كده احنا دايما بنحب نتكلم وبنناشد اهالينا المواطنين في كل مكان ان يبقى في ادراك كامل لخطوره التصرفات السلبيه دي اللي في الاخر بتنعكس علينا احنا. صح. يعني انا لما بلوث مجرى مائي ما، التلوث دوت بيرجع لنا مره ثانيه، التلوث الشواطئ بيرجع لي مره ثانيه. فبالتالي احنا لازم يبقى عندنا وعي انه المجتمع المحيط بينا دوت هو ملكنا، النهر، النيل، الترع، المصارف، الشواطئ دي ملكنا كلنا واحنا اللي بنستفيد بيها وبننتفع بيها. وبالتالي اي شكل من اشكال التلوث او الاهدار للنعمه اللي ربنا مدهالنا دي هو يعني للاسف سلوك مرفوض، واحنا اللي هنتحمل عواقب اي سلوك سلبي للاسف بعض الناس بتقوم بيه. باشمهندس محمد احمد غانم المتحدث الرسمي لوزاره الموارد المائيه والري، بشكر حضرتك يا فندم الف شكر. وبكده بتكون اخبارنا النهارده انتهت، ومصر بيحصل فيها النهارده زي ما قلت لكم بعد الفاصل. شيرين الشايب هتكون معاكم، هتتكلم النهارده عن الحقيقه مشروع موده، ستتحدث عن اهميه هذا المشروع، الفئات اللي مستفاده من هذا المشروع، ايضا النصائح الخاصه على الشباب المقبل على الزواج، كل ده بعد الفاصل.